هذا وتمهد الوثيقة الدستورية الطريق لتشكيل حكومة انتقالية في السودان وتحدد مهام الأفرع والهيئات المستقلة. وبحسب مسودتها فإن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، بينما ستكون قوة الدعم السريع تحت إمرة قيادة الجيش خلال الفترة القادمة. بعد مفاوضات شاقة توصلت الأطراف السودانية ممثلة في المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق نهائي على الوثيقة الدستورية التي تعد الأهم في مسيرة بناء السودان الجديد. الإعلان جاء على لسان المبعوث الأفريقي محمد ولد لبات الذي أكد أن التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية سيكون بعد اجتماعات اللجان الفنية. مسودة الوثيقة الدستورية تمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية وتحدد مهام الأفرع والهيئات المستقلة، كما كشفت أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ووضعت الوثيقة قوات الدعم السريع تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية. ويكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية الإعلان السياسي الذي تم توقيعه في شهر يوليو الماضي لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يقود السودان لفترة انتقالية مدتها 39 شهرا. التطورات حول الوثيقة الدستورية كان لها أثر إيجابي في الشارع السوداني، حيث عمت الأفراح والاحتفالات العاصمة السودانية ومدنا أخرى تعبيرا عن السعادة بالاتفاق الذي من المتوقع أن يكون بداية صفحة جديدة في تاريخ السودان.